طب انا عايز ارجع نتكلم على الموسيقى، بس انا عايز استاذن نسمع كمان. بص انا طماع في السمع، يا نهار ابيض احنا، انا لا اجيد عزف اي اله والله العظيم، بس انا احب الموسيقى فعلا. يعني الناس اللي عارفاني كويس او حتى المشاهدين اتعودوا على الجمله دي بجد. انا بحب الموسيقى حب غير طبيعي، غير طبيعي. ده صوت السمع. فانا هستاذن تسمعونا تاني عشان انا طماع وغلس، وبعدين نكمل كلام. طيب تسمع غنوة ولا موسيقى؟ اللي انت عايزه، اي حاجة منكو حلوة. ربنا يخليك. طيب نقول، طب نقول تتر مسلسل الفتاوى. يلا يلا بينا. التطفير الغريب، الغريب ما بين يعني في النوتة
طريقة أو سكة موسيقية، وبعد كده تروح متضفرة جوه ثقة تانية، تروح مدخلني جوه شرقي من أول وجديد. أيوة. بيبقى إيه اللي في خيالك؟ والله في مسلسل فتوة مثلا، في المسلسل تبعي كان في رومانسية، يعني في حتة رومانسية، علاقة الحب بين حسن وليل اللي هي مي عمر واستاذ ياسر جلال. فدي مثلا الجمله بتاعت الاكورديون كانت بالنسبه لي بتعبر عن علاقه الحب دي، واستخدمت جوه باشكال كتيره. المسلسل برضو الفتوه في فتوانه وفي خناقات، فلازم موسيقى تبقى كبيره وفيها اوركستريشن وفيها ايقاعات. يعني كنا مسجلنا يمكن 5 أو 6 تفوف سجلوا مع بعض. الريتم هو رتم ملفوف في الاول، وده رتم مصري جدا وفلاحي جدا. واحنا كان برضو في توه كان بيدور 1920. بعدين انتقلنا لجمله تانية بقى اللي هي الجمله البياتي اللي هو لعيبه الاستاذ محمد عاطف. فدي جمله برضو مصريه جدا وفيها كده حمشنه وجدعنه وبتاع. فيعني الدراما دايما بتحركني في طريقه التفكير في المزيكا. يعني مسألة إن الجملة يبقى فيها قوة وحمشانة وتتلاعب بالناي اللي هو أصلاً صوته ناعم رقيق، يعني حتى يقول لك أنين الناي. دي برضو فكرة غريبة جداً نتيجة على بالك. والله بص، هو أنت كنت بتكلم النهاردة مع حد، فبقول له أنت مثلاً جايب شوكولاتة دي أو خاتم دبلة، أنت التوزيع والهارموني أنت هتحطها في كيس بلاستيك ولا هتحطها في علبة كرتون، ولا هتحطها في علبة قطيفة، ولا هتحطها مش عارف علبة ألماس. هو ده انت بتعمل الجملة، وبعدين شوف العلبة اللي هتحطها، الشكل اللي هتقدم بيه الجملة دي هتقدمه ازاي، وإيه اللي هيقولها برضو، يعني الآلة اللي هتقولها. الناي أنا طبعا الناي آلة مصرية جدا، آلة فرعونية أصلا، فأنا دايما بحب أستخدم الناي، دايما بحب يبقى عندنا هوية في موسيقتنا، يعني يبقى هويتنا واضحة في المزيكا دايما، مهما حتى لو عملنا، يعني عملت حاجة تأليف أوركسترالي هتلاقي فيه إن شاء الله تلاقي فيه جمل مصرية، هتلاقي حتى لو ما تلعبتش بآلات مصرية لكن هتلاقي فيه جمل شبه جملنا.